السوشيال ميديا بنشوفك بطبيعتك قوي، بتفرحي، بتضحكي، بترقصي، ليكي طابعي. انا عارفه ومتاكده يمكن لو هدي كرم حد مش مصري كانت هتلاقي تعليقات بتهنيكي ويقولك شوف جميله ازاي، منطلقه ازاي، مش مكلكعه ازاي. بتقابلي النقد على السوشيال ميديا ازاي؟ بتحاول اتجاهله بقدر المستطاع. في حاجات بسيبها على البيج عندي لانها بتعبر عن وجهة نظر الاخر بدون احراج ولا تجريح، وفي حاجات بحس ان فيها تجريح واهانه فبمسحها، وبعمل للشخص اللي شتمني يعني بلوك، لانه طالما انت شايفني بالشكل ده يبقى بلاش، يعني بلاش تشوفني خالص، يعني انا هعفيك من رؤيتي. بس لا، سمعنا ان انت مش بتبوسي ابنك في صور ولا بتحبي تخرجي جنبه عشان لا ما حدش يفتكر الكلام. ايوه صحيح الكلام ده، بعد اذنك طيب، ما حدش يفتكرني ايه؟ حدش يفتكر هو حد غريب عني لانه اسم الله كبير، الله اكبر. لا، هو انا ببوسه وبحضنه وبخرج معاه، بس مؤخرا يعني لقيت ان في ناس كتير مش عارفه انه ابني، فلما ببقى في اماكن عامه وبقعد ابوس واحضن فيه بحس ان الناس بتبص لي نظرات، يعني اللي هو ايه، يعني ما تحترموا نفسكم شويه، فانا مش همشي اقول بقى للناس ده ابني على فكره ده، فبطلت بقى، بقيت ابوس واحضنه وافعصي في البيت بس. ايوه بطلت اكون ام بره. يعني لا، ما هو الناس مش بتفهم بقى ده، يعني ما هو ما الناس معذوره برضه، فلقيت انه لا، خليني احتفظ بالحماس العاطفي ده في البيت. بتشوفي الناس اللي بتقول هدي كرم جريئة بتقولي لهم